السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حابب ان انا ابدأ الفيديو بشكر باول بيجر. باول بيجر كان السي او ومؤسس شركة دارك لانج، لكن كتب واعلن رأيه في دعمه لاخواننا في فلسطين وان هو ضد اللي بيعمله الاحتلال. فمجلس الادارة في الشركة استغنى عن خدماته، رغم ان هو المؤسس ورغم ان هو السي او، لكن هم قالوا لا كده الاسهم بتاعت الشركة فالراجل كمل وما اعتذرش وأسس تيتش فور بالستاين، أسس منظمة هدفها دعم إخواننا في فلسطين. مش هتتخيلوا كمية المجهودات اللي بتتعمل في الموقع ده. طبعا المجهودات دي إن شاء الله تزيد جدا بالدعم بتاعكم. طيب خلينا نفتح كده الصفحة الرئيسية تيتش فور بالستاين. بيقول لك إن إحنا عايزين ندعم الناس كلها، كل واحد على قدر ما يقدر. يعني لو أنت تقدر تشارك معلومة، لو أنت تقدر تنشر، لو أنت تقدر تتبرع، كل واحد فينا يعمل اللي يقدر عليه. ويعني حتى لو انت تصدقت بثمره واحده او ببلحه ربنا ينميها فتلاقي خير كتير يوم القيامه. طيب تعال نشوف ايه المشاريع، وكل واحد يدور على مشروع اتنين تلاته لو تقدر تشارك في كل المشاريع شارك. تمام. كتب لاخواننا في فلسطين، ديجيتال بلسطين، فيرست ايد المساعدات الاوليه، ننشر المذابح اللي بتحصل، الانستجرام فلتر، في ان احنا نقعد نتكلم عن القضية، ان احنا ننشر القضية، ان احنا نشارك في كل حاجة. طبعا دي كل واحدة فيهم هتلاقي هنا مشروع معمول جيت هاب. جيت هاب ده موقع اوبن سورس تقدر تشارك عليه المعلومات، وديسكورد بحيث ان احنا نتناقش ونعرف ايه اخر الاخبار. الفيسبوك ما فيهوش اي حاجة خالص. الفيسبوك الكلام اللي احنا بنقراه على الفيسبوك ده واحد على مليون من المشاكل اللي بيعيشها اهلنا في غزة. عايز تشوف الموضوع صح، لما تدخل على الديسكورد، لما تدخل على تويتر، لما تدخل على التليجرام. غير كده الفيسبوك بيحجب اي كلمة بتتكتب، يعني اي حد بيقول حصل كذا بيتحذف. طيب هتلاقي هنا في حاجات خاصة بالميديا، وياريت نشارك نعمل متابعة لوسائل التواصل الاجتماعي. هتلاقي في حاجة اسمها هاير بلسطين، نقدر ان احنا نتعاون معهم، الناس كفاءات حلوة جدا، ونقدر احنا ننعش الحركة الاقتصادية، وفي نفس الوقت يعني انت بتستعين بحد بدل ما تستعين بحد من جنسية ما نعرفهاش وما نعرفش ايه توجهه. لا دي كلها شركات ممكن ان احنا نتعاون مع اخواننا في فلسطين ودعمهم على قد ما نقدر. ده صفحة الانستجرام. طيب والتويتر اهوت، اعمل فولو. انا مش صاحب الصفحه دي ولا مستفاد حاجه، لكن محتاجين ان احنا ندعم الصفحه قدر ما يمكن. كل ما نلاقي حاجه حلوه نعمل ريبوست. تمام، نعمل فولو للصفحه على اليوتيوب برضو عشان نبقى عارفين ايه اللي بيحصل. الموقع دوت الراجل اللي عامل شغل منظم جدا، نقدر احنا نتعاون معاه في المشاريع بتاعته، واحنا اولى ان احنا اللي نبدا، لكن هو ما شاء الله بدا فاحنا نساعد معاه باذن الله على قد ما نقدر. ننشر الصفحات بتاعته. الديسكورد نبدا ان احنا نشارك فيها ونتناقش معاهم. الداتا سيت الخاصه بفلسطين، لو عندنا مشاريع غاثه نبدا ان احنا نشاركها هنا ونبدا ان احنا نتعاون فيها ان شاء الله. تمام، هسيب لكم الرابط بتاع الموقع، يا ريت كله يحاول يشارك في وسائل التواصل الاجتماعي عشان لما الراجل ينشر اي مشروع حابب ان احنا نتعاون معاه نقدر ان احنا نتعاون فيها ان شاء الله.